الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق الخلق وجعله شاهدا على وحدانيته وحكمته وعظمته وجلاله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاقصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا نبينا وعظيمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأعدل السبل، بعثه الله عز وجل للإسلام داعية وللإيمان مناديا وإلى الجنة هاديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الجمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رحمة بالمؤمنين ورأفة سماك ربك في القرآن محمدا، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة وأصحاب الحديبية وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء وألحقنا بهم في جنات النعيم. أما بعد، فإن القرآن الكريم كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة كلامه ومعانيه، أنزله على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة رسوله الملكي الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقد سمى الله عز وجل الرسول الملكي الذي نزل بالقرآن أمينا، وسمى عز وجل رسوله البشري الذي نزل عليه القرآن أمينا، فأمين الوحي الملكي هو جبريل عليه السلام، وأمين الرسل البشري هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. المقصود بالرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام،
حيث بلغ كلام الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني هذا الرسول الملكي جبريل صاحب قوة عند الله عز وجل، مطاع من الملائكة، فهو رئيس الملائكة، مطاع ثم أمين. ثم يتوجه الله عز وجل بالخطاب إلينا أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ليس بمجنون كما ادعى الكفار بالله عز وجل، ويقول وما صاحبكم بمجنون، يعني وما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولكنه رسول من رب العالمين بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى التلميذ شيخه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم شيخه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وبالأفق الأعلى، وقد سد الأفق وله 600 جناح، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخيل في إبلاغنا الوحي وكلام الله عز وجل، فنحن جميعا نشهد أنه قد بلغنا ونصحنا وبلغ الرسالة التي أمره الله عز وجل بإبلاغها إلينا، وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إذا كان هذا الكلام أن الرسول الملكي جبريل نزل على الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فأين تذهبون إذن أيها الناس؟ يعني بالبلد الرحيم فيه؟ والله عز وجل يبين لكم هذه المعجزات الباهرات، فقد فضل الله عز وجل الرسول الملكي والرسول البشري وفضل المنهج الذي بينهم، ففضل الشيخ وفضل التلميذ وفضل المنهج الذي يعلمه الشيخ تلميذه، وهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة وأنزله على قلب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر رمضان، وحري بنا أن نتكلم عن هذا القرآن الكريم، حيث يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاختص الله عز وجل شهر رمضان بنزول القرآن فسماه شهر القرآن، وكان السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان يفضلون شهر رمضان تفضيلا ليس بعده تفضيل، وكانوا يولونه من العناية والاهتمام ما ليس لغيره من الشهور، حيث أنه نزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونه تعظيما ليس بعده تعظيم. فكان الواحد منهم إذا دخل عليه شهر رمضان يقول ما هو إلا قراءة القرآن والصلاة، ويعتزل الدروس ويعتزل كل شيء، ويقبل على كتاب الله عز وجل قارئا ومتدبرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، يعني الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ما معنى يشفعان؟ الشفاعة في عرف الناس هي الوساطة، الواحد يتوسط لفلان عند فلان يقول له عشان خاطري سامح هذا الشخص، عشان خاطري ما كانش قصده، عشان خاطري مرة أو مش هيعملها تاني. كذلك الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وكلنا خطاؤون كلنا مذنبون، فإذا كان الصيام والقرآن يشفعان للعبد فهي شفاعة مقبولة عند الله عز وجل. فالصيام يقول لله عز وجل أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه،
ولعل في إقران النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن إشارة إلى أن الصيام هو امتناع عن الحلال، وأن الامتناع عن الحرام مفروغ منه، فكل مسلم يمتنع عن الحرام، أما الصيام هو امتناع عن الحلال بأمر الله عز وجل. فالصيام امتناع عن الحلال، فإذا كان الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب الحلال فهو من باب أولى يمتنع عن الأكل والشرب الحرام. فإذا كان الصيام كذلك فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن، أن الإنسان الذي يمتنع عن الحلال لأجل الله عز وجل فسيصفو قلبه ويرق ذهنه فيقبل على كلام الله عز وجل بتدبر وفهم، فإن المعاصي تحجب القلب عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تطهر الإنسان من هذه المعاصي بالصيام وأقبل على الله عز وجل حينئذ يفتح الله عز وجل له مسامع القلب ويفهم من القرآن ويتدبر، فإن القرآن كلام الله عز وجل وهو أحلى الكلام، فكيف لا يكون أحلى الكلام وهو كلام الله عز وجل الجليل الجليل سبحانه وتعالى. هذا القرآن فضل الله عز وجل كل ما يتعلق بهذا القرآن الكريم، فقد فضل الله الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نزل عليه القرآن، فضل الله هذا الشهر شهر رمضان حيث نزل فيه القرآن الكريم، وفضل الله عز وجل مكة والمدينة حيث نزل فيهما القرآن الكريم، وفضل الله عز وجل قلبا يحفظ القرآن، وفضل عز وجل بيتا يقرأ فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وشفاعة القرآن مقبولة عند الله عز وجل، كيف لا تكون مقبولة وهي كلام الله عز وجل صفته التي تليق به جل وعلا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يعني الذي يحفظ البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يعمل عليه زي ظليلة أو شمسية من حر الشمس يوم القيامة، يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني يدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا من فضل القرآن الكريم على من يحفظه ومن يتدبره ومن يفهمه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله عز وجل للقراءة والفهم والتدبر والتفهم والتعقل والعمل بالقرآن، فإن الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به كالمصباح الذي يحرق نفسه ويطيب للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان ألف لام ميم يحصل على 30 حسنة، فما بالك لو الإنسان قرأ آية طويلة أو قرأ سورة طويلة، كيف يأخذ من الحسنات؟ فحسنات القرآن ليس لها مثيل عند الله عز وجل، كما أن الصوم ليس له مثيل عند الله عز وجل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. وفي الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإن الله عز وجل يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بقراءة القرآن وتدبره والعمل بما فيه. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين لهم شؤون خاصة مع القرآن الكريم، فكان منهم من يختم القرآن كل 7 ليال مرة، وكان منهم من يختم القرآن كل 3 ليال مرة، وكان منهم من يختم كل ليلة مرة، وكان منهم في رمضان خصوصا من يختم القرآن في اليوم مرتين. كان منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختم القرآن في كل 3 ليال مرة، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان ختم القرآن في كل ليلة مرة. وهذا محمول على أنهم كانوا يقرؤون القرآن بتفهم وتدبر مع سرعتهم في القراءة. أما نحن يعني الإنسان يحاول أن يقرأ القرآن في رمضان مرة واحدة أو مرتين أو 3 حسب اجتماع القلب على تفهم كلام الله عز وجل، وحسب التدبر وحسب التفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استطاع أن يفعل شيئا فليفعله في هذا الشهر الكريم. إذا استطاع أن يختم القرآن في شهر رمضان مرة، يعني معدل كل يوم جزء واحد، فهذا جميل. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما أخبر أنه كان يختم القرآن كل ليلة وكان يصوم كل يوم، هذا في غير رمضان، يعني كان يختم القرآن كل ليلة وكان يصوم كل يوم ولا يفطر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم أخبر أنك تختم القرآن كل ليلة؟ قال: بلى. قال: وتصوم كل يوم؟ قال: بلى. قال: فاقرأ القرآن في كل شهر مرة. فقال له عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20 يوم مرة. قال: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10 ليال مرة. ثم نزل به إلى كل 7 ليال مرة وهو يقول له: إني أطيق أكثر من ذلك. وكان عبد الله في هذا الوقت شابا في قوته وعنفوان شبابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في 3، ولا يفقه من قرأ في أقل من 3. يعني يقول اللي بيقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي مش هيفقه، هو بيقول إيه؟ مش هيستوعب كلام الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: هذا محمول على المداومة على ذلك، إن الإنسان يداوم على أنه يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي مرة. يعني في ناس ربنا أعطاها الصحة وبتقرأ القرآن كل يوم مرة، كل يومين مرة، كل 3 أيام مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه من قرأ في أقل من 3، يعني أقل الكمال 3 أيام أو 3 ليالي، لكن كل يوم ويومين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن هذا على المداومة على ذلك. أما إذا كان الإنسان يأتي في الأيام الفاضلة كشهر رمضان أو في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة مثلا، فله أن يكثر من قراءة القرآن، لأن فيه ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى حسب الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة.
وحسب استحضار قلب الشخص نفسه في القراءة، فقد يكون في بعض الأوقات غير مستحضر لمعاني الكلام، وفي بعض الأوقات الأخرى يعني مع السرعة والحذر في القراءة يكون عنده شيء من الفهم والتدبر لكلام الله عز وجل. فكل إنسان حسب طبيعته، من استطاع أن يقرأ بسرعة مع الفهم للكلام فبها ونعمة، ومن لم يستطع فعليه بالقراءة بتؤدة وطمأنينة، كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فالقراءة بترتيل وبتؤدة وعلى مهل فيها خير كثير لقلب الإنسان، والإنسان يحاول أن يفهم ما يقرأه، لأن الله عز وجل أنزل القرآن لكي نفهمه، يعني لا نقرأه للتبرك هكذا ولا نحط على الرف للاستبانك به، لكن أنزل الله عز وجل القرآن لنقرأه ونفهمه ونتدبره ونعمل به، لأن هذا هو القرآن كلام الله عز وجل. فإذا كلمك واحد من البشر له منزلة عالية فأنت تصغي بأذنيك إليه وتفتح قلبك له، فما بالك والله عز وجل هو الذي يكلمك بهذا القرآن، كيف تعرض عنه؟ يعني الله عز وجل يعني قال بعض السلف: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاقرأ القرآن وأنت تستحضر أن الله عز وجل يسمعك. فإذا استحضر الإنسان أن الله يسمعه فهذه فضيلة عظيمة عند الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما استمع الله عز وجل لشيء من أقوال عباده أحسن من استماعه لشخص يقرأ القرآن بتدبر ويتغنى به ويخرجه ويخرج حروفه من مخارجها ويخشى الله عز وجل وهو يقرأ القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس صوتا في القرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله عز وجل. وهو بيقرأ القرآن يحس إن القرآن طلع من قلبه بفهم وتدبر وتمعن في كلام الله عز وجل. فأنت تقرأ كلام الله وهو الكلام الذي ليس كمثله شيء، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا كان الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس ككلامه شيء، فهو الكلام الذي أنزله الله عز وجل أمرنا بتفهمه وتدبره وتعقله. فكل إنسان يدور على الحالة اللي تصلح له، إذا كان يقرأ يعني بترتيب وطمأنينة فهذا أفضل، وهو الذي نزل به القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا، وهي أن تقرأ القرآن حرفا حرفا كلمة كلمة بتمهل وببساطة وبفهم لمعاني القرآن. ومن استطاع أن يقرأ تفسير القرآن فهو خير إلى خير، لأنه بالتفسير يدرك معاني الكلمات، وحينئذ إذا قرأ القرآن فإنه يفهم القرآن، والذي يفهم القرآن فإنما يزداد حبا إلى قائل القرآن وهو الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض برحمتك.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقما. أنزل على أمراضنا شفاءً من عندك، إنك أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، واعتدلوا، استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. يا الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.